مرحبا يا احلى نجوم، كيف حالكم؟ عيشتكم فيديو جديد وتحدي جديد، واللي هو تحدي اللهجة العراقية مع نونا وحموشي. مرحبا يا نونا وحموشي، كيفكم؟ أنا نونا، جاكم فيديو جديد من لعبة فيها أكسي. اليوم في هذا الفيديو راح نصور تحدي جدا مميز، اللي هو تحدي اللهجات مع إيبا جيمر. هاي إيبا. هاي. طبعا اليوم كيفك إيبا؟ بخير الحمد لله، وإنتي؟ الحمد لله. طبعا فكرة الفيديو مثل الفيديو اللي فات، هو انه تعطيني نونا تعطيني كلمات عراقية، وانا علي اني اقول لها معناها، فانا كتير متحمسة. وانا كمان كتير كتير متحمسة، وشكرا للاستضافة، كتير حلو وما شاء الله برامجك كتير حلوة. وطبعا الجزء الثاني في اللهجة الجزائرية على قناة نونا حموشي، راح اترك لكم الرابط تحت في اول تعليق. اوكي انا كتير متحمسة هلا. اوكي مستعدة ايبا؟ مستعدة. الحين يلا اعطيني اول كلمة. شوفي ايبا، اولا عندنا جملة. اوكي لازم تعرفي شو معناها. عندنا شكو ماكو بالعراقية، شنو معناها؟ شكو ماكو. شكو ماكو. اتوقع معناها شوفي. لا مو شوفي، شكو ماكو. اوكي يعني ايه، صح شوفي يعني اي قريبة. اذا استسلمتي قولي لي او قولي لي. اوكي تكري، شو معناها؟ شكو معناها شوفي، وماكو يعني ما في شيء. ايه عمي احسنتي يا ايفا، عرفت شو معناها. لا والله شاطرة، زي نقطة. ياي عافية، توقعتك ما رح تعرفيها بسرعة، بس شكلك شاطر. يلا هسه جملة ثانية. هي جملة يا ايفا، طبعا هي جيب لفة قاف، شنو معناها؟ جيب لفة بقص؟ ايه راح اقول لك اياها، يعني كان تصير شوية سهل عليكي، انه كأنه امر، يعني اقول احد انه يجيب فد شيء من الاكل. ايه هيك طعم، خلينا نقول هيك. والله صعبة، راح اعيدها. جيب لفة قص. شي صعبة، يا الله ما عندي ولا فكرة شو بقول لك. ضاعي يا ايبا، اذا ما عرفتي قولي لي. اوكي انا حاقول لك شو هي. اوكي ممكن تعطيني تلميح يعني؟ شوفي ايبا، الشغلة هي ناكلها احنا، يعني طبيعي الكل ياكلها، وهي كتير طيبة يعني. فا اوكي يعني قل احد الامر، يعني انه هيك اجيب، يعني ايش كيف بدي اقول لك، يعني طلب. ايه طلب، نطلب من احد انه يجيب لنا هالشغله. هي اكل حليب. لا مو حليب، يعني هيك دهون، ما ادري شو بدي اقول. اكلات يعني سريعه خلينا نقول، او اكلات سريعه، يعني شو بدي اقولها. فكرتي بيتزا؟ لا برجر. شيء ثاني. بعد شاورما. ايه عافية، صح هي شاورما، يعني لانه الشاورما ملفوفة، فعشان هيك يعني نفس الشيء. انا جيب ساندويتش، يعني شاورما هيك يعني. اوكي انا لاتينة وشاطرة كتير. هلا عندنا الكلمة الثالثة، عندك مخدة، شو معناها يا إبا؟ مخدة. مخدة نعرفها أكيد، هي وسادة. عافية، ما توقعت إنك حتعرفيها. جيد، متابعين عراقيين وكتير بحبهم، وعرفت هذه الكلمات من عندهم، وتحية لأهل العراق. حبيبتي، وتحية لكل أهل الجزائر كلهم.
اوكي، هلا عندنا هواي، شنو معناها؟ يعني كتير؟ اللي هواي، ايه عرفي كتير صح. هلا انت شاطر ما توقعتيش. هلا شفت يضحكني، طلي 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 هواي هواي. واني هلا احبك كتير كتير يا ايفا، هواي يعني هواي. شكرا. طلي طلي شو هي معناها؟ شو؟ طلي طلي يا ربي طلي. ايش هو؟ واحد من الحيوانات. حيوانات خروف. ريفا. او ماي جاد، ما توقعت ان تقولوا له طلي. احسنتي كثير شاطره انتي. هلا عدنا تنفيس، هذا الشيء ادوات نستخدمها لتصليح الاشياء، بس الرجال يعني يستخدموها. اوكي اوكي فنشوف شو اولي. اوكي يعني يستخدموه الرجال للتصليح وهيك. شنو هو؟ مفك. لا مفتاح. ايش شو قلتيها عندها؟ مفك. ايه ذاك انت مفك؟ ايه ايه عافية مفك. اذا مفك صح صح يا ايبا، احسنتي عن جد كثير ذكية. لا خلها. شكرا. ما توقعت اني اعرف اللهجة العراقية. اي والله يعني انت صدق شاطر فيها. بعدين انا كثير متحمسة كمان تسأليني على ماتي. اوكي يبقى اقفل تعالي، شو معناها؟ شو؟ اقصد لا مو هذا السؤال، بعدين رقي، شو معنى رقي؟ رقي؟ رقي رقي ايه شنو معناها يا ايبا؟ ما متحمسة ابدا، ممكن تحطي هذه في جملة؟ هي كأنها فواكه، اوكي؟ هي فواكه ناكلها يعني. فراولة؟ أكل يعني هي رقي من الفواكه أكل. شنو هي؟ برتقال؟ لا مو برتقال. فراولة؟ هي من الفواكه بس. لا مو فراولة، لا. موز؟ لا مو رمان. هي اوكي خلينا نشوف شو حتقولي. موز؟ لا يا فاكهة. عنب؟ باي هو من الصيف، هو من الصيف. اوكي يعني بالصيف، اقصد بالصيف. اوكي بالصيف. ايه اناناس؟ صيف. لا ليمون؟ لا فكري بطيخ. ترى هي سهلة. ها بطيخ صح يا ايوه. اوكي يا خذوني بسرعة للعراق، ترى اعرف اللهجة العراقية. عسلتي يا ايبان، جد انت تعرفي يعني العراقية شاطرة فيها، ما توقعت هيك. هلا اسمعيني، شيء نستخدمه يعني للطبخ وهيك، اوكي؟ اوكي شو هو؟ جذر اسمه، اوكي؟ احنا نسميه جذر، احنا العراقيين. جذر؟ فهو نستخدمه للطبخ. ايه شو اسمه؟ ملعقة. ملعقة؟ لا مو ملعقة. شيء يعني صدق مهم احنا نستخدمه. مهم؟ متى شو؟ شوكة؟ لا قدر؟ لا خطأ. قدر ايه صح. يعني صدق انت ذكية، كيف عرفتي بهاي السرعة؟ او ماي جاد، ما توقعت اني حاعرف بهذه السرعة. يلا تعالي نروح ونحكي معانا. بس ترى اللهجة الجزائرية اصعب، استعدي. عن جد؟
يعني كأن اللهجة الجزائرية خارج مقال التغطية، يعني اللهجة ثانية تماما. اوكي انا متحمسة كتير بس اكيد ما راح اجاوب بسرعة. طب هلا عندنا لولا، لولا شنو معنات لولا؟ هذا شيء مهم جدا بالبيت، لازم موجود. نافذة؟ لا مو نافذة. اعطيك تلميحة لولا؟ ايه اعطيني. اوكي هو شيء لازم موجود بالبيت ويطلع منه ماي. اوكي ماي؟ وات؟ ايه ثلاجة؟ ايه لا مو ثلاجة. حنفية؟ ما 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 اي عافية صح هي اوه ماي جاد عرفت شطرة. ياي هلا عندنا جنطة. هلا يعني جنطة شنو معناها؟ جنطة؟ ايه جنطة شنطة. شنطة صح عافية انه الجنطة يعني بس يعني حرف الجيم يتحول حرف الشاء. احسنتي عن جد انت ذكية كتير يعني فخورة بك كتير ذكية. هلا عدنا خاولي شنو معنى الخاولي با؟ هنشوف شو حتقول. خاولي؟ اي خاولي. كتير صعبة. اسرع؟ كيف؟ شو؟ هو فعل؟ هو فعل؟ لا جماد هو جماد. اوكي جماد خاولي خلايا تمر. ممكن تحطيه لي في جملة؟ انا شب ايدي بخاولي. هلا راح اعيد الجملة، راح اسوي جملة. انا شب ايدي بالخاولي. بالمنشفة؟ بالمنشفة؟ اي احسنت يا اباء عن جد. اخيرا احسنتي عبقرية كتير انتي عن جد يعني شو بدي اقول لك كتير ذكية عرفتي كل شيء الا بعد ما عندي انا ما عندي. اوكي خلصنا الفيديو وبس يا جماعة ها كان فيديو. في رأيك انتي يا نونة هل نجحت في هذا الفيديو او لا؟ انتي نجحتي يا ايباء وكتير كتير ذكية يعني ما شاء الله يعني كتير ذكية عجبني تفكيرك كيف تردي يعني كتير انتي فنانة عن جد. قناتك كمان كتير حلو وبرنامجك انتي فنانة يا ايباء. شكرا كتير كتير يا نونة. وطبعا يا جماعة الجزء الثاني تبع اللهجة الجزائرية اللي كتير صعب على قناة نونة فروحوا شوفوه راح تلقاوا الرابط تحت في أول تعليق. طيب يا جماعة وبس نحبكم مع السلامة. مع السلامة أصدقائي باء. ونحبكم هواي هواي. وأنا هم كتير أحبكم متابعي ومتابعين إباء. لا تنسوا تحطون هواي لايكات. باي. والقناة إباء. باي.